عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم رانا في سوق راس الواد، اليوم راه حل سوق جديد تاع راس الواد اللي تحت السبيطار، ورانا في سوق المال. إن شاء الله إن شاء الله نعطيكم بعد أسوام في سوق المال، باسكو قرب العيد، العيد كبير، مازالوا شهر إن شاء الله على العيد كبير. وقعدوا معنا في الفيديو هذاك، دوك نشوفوا المال كي راه يدير، راه طلع ولا هبط ولا كيما العام الأول ولا كيما العام الأول ولا كان العام الأول. ما تنسوش لايك ولا فيديو، ابوني في الفيديو، ما تنسوش لي كومونتير، والسلام عليكم. عليكم، رانا توجور في سوق المال في راس الواد، معنا بعد مواشين. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. خويا كدا راه يدير الظروف هذا؟ واش نقول لك اخويا، كاين فيه وعليه. هذا اللي عندك دوك؟ يدير 23. 23 ساوموني ب 23 وما بعدش. ساوموك عطاوك؟ عطاوني 23. عطاوني 23. وبعيد ولا قريب؟ مازال شويه. 25 26. يعطيك الصحه خويا. هذا عطاو خمسه، عطاو لك 23 وكثر ب 25 كما راكم تشوفوا. على ربي ان شاء الله. ان شاء الله ربي يجيب السوق. امين يا رب العالمين. رانا اليوم مع منين هادو الخرفان هادو؟ تبرنا عند الواحد. منين هادو الخرفان هادو؟ خرفانين هادو؟ هادو من عين المعنى. عين المعنى، الله يبارك. قدر راهم يديروا؟ ولا قد عطاوك؟ عطاونا 5 ملايين و250 بولادهم، هادو شي والدين. بولادهم؟ اي والله، موش تاع عياده هادو. هادو موش تاع عياده. هادو موش تاع عياده، المهم المهم عطاوك 5 ملايين و200. 50 و250. واعر. وهادو يعني موش عياده. هادو تاع تربيه. تاع تربيه، يعطيك الصحه سيدي. وقدام مازالوا بعادو كيما ربي ستمنا الى جاب ربي. كيما راكم تشوفوا نساواتو كل عندهم ربعه بيهم بولادهم. ايه عندهم ربعه ذكور وزوج ذوات. كيفاه؟ عندهم ربعه ذكور وزوج ذوات. الله يبارك. طابين يعني. ربي ستة الى جاب ربي ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله ربي يجيب السوق ان شاء الله. امين بارك الله فيك. واش تقول في السوق راس الواد كي حال اليوم؟ اخويا حاجه مليحه هكذا، السوق مليح. خصكم حاجه واحده في السوق، يخص حاجه واحده برك ولا حتى زوج حوايج نسميهم لك. البطوار. اها لازم بطوار. هذه حاجه لازم. وطواليت قهوه وطواليت و... ماذا بينا احنا، ماذا بينا تكون الامورات مريقله معدوله منظمه. اي والله كيما يقولوا الفلاح على هنا يلقاو يسيبوا راحتهم. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يلقاو راحتهم. ان شاء الله ان شاء الله من على الايام الجايين تنظم الحاله مليح ان شاء الله. ان شاء الله. يا سلام عليكم وربي يجيب السوق ان شاء الله. بارك الله فيك يا ربي جزيل. السلام عليكم، رانا توجور في سوق راس الواد كما راكم تشوفوا. هادو عياده وهادو مكاشين، عندهم الكاشي هادو. هادو كما راكم تشوفوا الكاشي تاعهم. هادو عياده قد يعني قد عطاوك الحاج؟ 22. عطاوك 22 وقد طالب ولا مازالوا بعاد؟ مازالوا بعاد. مازالوا بعاد، بعاد بزاف ولا شويه برك؟ مازالوا. كما راكم تشوفوا اثبت الحاج. هادو عطاهم 22 وقال لك مازالوا بعاد. بعد بزاف ولا شويه؟ قراب قراب ولا؟ إيه يقول قراب والله. على الاقل على الاقل. المهم ربي يجيب السوق ان شاء الله. انا ساك سؤال برك واحد برك ناختي وسميشه شويه. هكذاك سؤال صغير برك، واش يخص السوق؟ السوق هذا واش يخصه؟ شوف ما كانش طافي، ما كانش. قول لي برك. طافي هاك تشوف رانا حاطين في الطران. خصنا باطوار. باطوار هذا هو صح. خص الباطوار، يخص التنظيم تاع السوق. 22 خص الباطوار، يخص التنظيم تاع السوق، يخص الحوايج الكل في السوق الكل لازم يكونوا. السوق يجي منظم. السوق يجي منظم، كي يدخل الناس اللي يجي من بعيد يقول لك هذاك هو. في السوق هذا يكون منظم الحوايج الكل، ماهوش يجي سوق تاع فوق. هكذا سوق فوق. يعطيك الصحة الحاج.
كما راكم تشوفوا هادو عياده هادو ولا عياده هو شاك كريمو لاباس عياده هادو كذا عطوك هنا كذا عطوك كذا عطوك كذا عطوك اكاس هذه لا كاس كذا عطوك 380 كذا طالب اخويا مازال بعيد مازال بعيد مازال بعيد هادو عطالو ثلاثة ومازال بعيد والعاج انت واش هادو ها هو هادو واش ولادهم ايه ولادهم رانا توجور في السوق كما راكم تشوفوا ان شاء الله السلام عليكم الحاج واش راك لاباس خويا خير صحه لاباس راك معايا العياده هادو انا مع العياده الله يبارك ابو حفص رواه قد عطوك اخويا هادو راه في 9 ونص هادو في 23 9 ونص في زوج ولا الواحد في زوج في زوج ما تقولش 9 ونص في زوج صافي 4 ملايين و 47 ونص هذا اللي بالواحد برك 47 ونص 4 ملايين و 750 فوالا عطاولك عطاك الفلاح راه مليح عطاولك 47 ونص مزاك بعيد شويه مازال مكتوب مازال مكتوب كما راكم تشوفوا ودو الحاج واش قد عطاوك اخويا 23 100 الله يبارك مازال بعيد شويه ولا مازال سوق هابط اليوم راني نشوف فيه هابط شويه ها راني نشوفك سوق راه هابط اليوم كاينه منها يعني اللي يعني اللي عينو يشري يشري اليوم للعيد مازال مازال الوقت واللي عنده الاستعداد يقدر يشري اليوم رانا توجور ندورو في السوق ما ننساوش ما ننساوش المعس ماشي غير خرفان وهادي اسمح لنا ترى السلام عليكم السلام ورحمه الله هادو عياده هادو ولا ان شاء الله لا حول الا كتب ربي هاي ان شاء الله منين هادو منين هادو من جهه عين المال عين المال الله يبارك واش راك ولا غدا باش هو ما نحبش عمي صور خليني بلاهم قد عطاوك الحاج؟ عطاونا 29 يا بابا 29 اه مازال بعيد شويه ولا قريب؟ حب ربي ان شاء الله نبيعو 35 برك تسمى السوق اليوم راه هابط راه طايح اليوم راه طايح اليوم إيه. مليح 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 المواطن اه ان شاء الله لحب. على بالي مش يمنع عليكم انتوما هذا هو الصحة واش راك يا حبيبنا؟ والله غالي لاباس قريب مالكم قريب مال ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله اي الله يبارك وراي دوكا راهي 6 تاع الصباح ولا 6 ونص هكذاك 6 ونص هذاك جبنهم معاهم خليك بالسير الله يبارك خليك فيك ان شاء الله وسيك واش هاك يا بطو معاهم فهمهم واش قد عطاوك الحاج؟ يا ودي عطاونا 26 ونص 26 ونص بعيد ولا قريب؟ ايوا مازال شويه مازال شويه منين هادو؟ من جهه الحضنه الحضنه منين من الحضنه؟ قول لي منين؟ من جهه المسيله الله يبارك بارك فيك الله يبارك مرحبا بك في راس الواد بيك ونجي هذاك كما راكم تشوفوا عطاو 26 ومازالوا مازالوا بعد شويه حتى الاولاد الصغار يجوا يشريوا اهلا بك واش راك بخير؟
واش عجبك هادو؟ عجبك هادو ولا ما عجبوكش؟ من بعد روح قدم ترى قدامهم ترى روح قدم قدم هاي دور لهنا دور هاي واش عجبك ولا ما عجبوكش؟ مليحة مليحة يقول بابا يشري لي او ما هو او سوق او طيح اليوم روح روح هاي ان شاء الله ربي يجيب السوق ان شاء الله اللهم امين ان شاء الله وان شاء الله تروح فرحان ما ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله سوق راس الواد اليوم رانا مع الماس الله يبارك هادو ماشي عياد هادو بصح تحليب هادو هادو لي الناس اللي تربي اللي يشرب الحليب بزاف ولي حبيبي على الحليب الله يبارك كده عطاوك هنا ستونس ستونس الله يبارك ستونس بصح فهمني بهم بولادهم ولا هما بولادهم كلش لا حبوا يديوني انا معاهم يديوني ثاني يا ودي يديو كذا خليه اسمع خل معاهم انا هو مع رئيس هو ماي هاك معاه هاك تعاود تشري هو ماشي سوم علي شيخ ماشي رسمي خلينا نديرو معاك في فيديو مسيدي راني شيخ برك مانيش نجري واش كي حلو اليوم السوق تاع اليوم تاع راس الواد واش اليوم رحمه كبيره السوق رحمه كبيره ها سي تخص حاجه تخص حاجه اسمع قولوا راه تخصنا الاناره اللي هنا ضو ضو اروح منها الحاجه اروح منها اروح منها اروح منها واش يخصنا هنا خصنا الضو التنظيم والبطوار البطوار لازم البطوار لازم هذه مفعل البلديه اسمع هو فمو يابس مسكين هذه مفعل البلديه كيما راه ما تشوفوا انا تكون خلينا من البطوار وخلينا من هذاك كيما راكم تشوفوا ها ماز الله يبارك بها ببولادها تسمى كيما راهي عطاوك هي ما منش فاهم انا كيفاش 1650 جمله كيما وحده للوحده مع بعضها 6 ملايين ونص كيما راه ما قدك 6 ملايين ونص تسمى افير اللي داروا مازال بعيد شويه ولا. ماشي بعيد ماكش بعيد هاي 6 ملايين ونص هاي هذا مام كبار الله يبارك سرعوفه الله يبارك سرعوفه ولا غسرعوفه 6 ملايين ونص ولا غيره الله يبارك من هارو يعيش يشرب الحليب تاع الماس الله غيسقي يشبع الله يبارك ان شاء الله ربي ان شاء الله شوف ربي يجيب السوق ان شاء الله يجيب السوق والسوق تاعنا ان شاء الله يزيد يتعدل اكثر من هذا ومبروك على راس الواد حل السوق جديد السلام عليكم رانا في عيادة أه؟ مرحبا بكم بيكون جيك أخويا كذا عطاوك أخويا 27 27 مازال بعيد شوية 79 صافي السوق راه هابط اليوم على 80 شهور هابط ما كانش السوق طول اليوم ما كانش أه ما كانش حبيت نسألك سؤال لأخي مانيش نصوره مرحبا بيكون جيك سؤال واحد برك يعني موش لا السوق لا السوق كيما نقولوا اليمات هذه تاع العيد راه طالع انا شفنا البارح في سوق البرج كان طالع شويه طلع على راس الواد خلينا تاع اليوم راس الواد كاسبيسيال ممكن السمانه الجايه ولي يطلع السوق ولا هذه هي السوق هكذا ساعه هكذا ما انا حبينا الشعب دوك المواطن هذا يحب يفهم وعلاش المال طالع من العلف من الامكانيات من كلش الناس في حاله كبيره مش باسكو قاعد باسكو حنا المواطن هنا الجزائري راه قاعد في الدار ما مش عايش مع الفلاح سمعت مش عايش مع الفلاح راه عايش وحده الفلاح راه في حاله الفلاح ما يجي هذه ديجا وخاسر فيها كلش غالي كونطار تاع البوفيت 700 المخالفات 300 اليوم التبن في الصيف صايب 50000 هو يقول لك يصبط المطر وماما يرخصوا الحالة تصب على رحى والله وصب حتى البترول ما عندها حتى تصب على رحى صافي كده قلت لي دوك في المال هادو 27 100 مازال بعيد شوية قال لك هادو 27 100 وكما راكم تشوفوا ها حاجة نظيفة منين هادو الحاج العلمة هاي الله يبارك كما راكم تشوفوا ها سلعة زينة ومليحة ونظيفة ان شاء الله ربي يجيب السوق ان شاء الله الحاج رانا اون بلان ترافاي يعني وش ترافاي لا سي والله غزتها كانوا في 75 600 حسومة هذا مليح هذا المكان يا ولي عندي 600 كم 200 انت يا الله يا شيخ 200 متكلم على ربي
والله ياسر علي مشي انا تصورني شي شد 200 برك تصورنيش تعيش صلي على محمد خلي له 200 الله يا جمال لازم تشريهم انت نشريهم صافي باش نشريهم كدا عطاو كدا 8 غير 200 8 غير 200 للزوج 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 76 76 راهم 76 كيما راكم تشوفوا في الزوج عطاو له 76 للزوج مع بعضهم اه كيما راكم تشوفوا الله يبارك سلعه هي تربح زيد حاجه زيد حاجه من حلو شوفوا انا توجور في سوق راس الواد رانا مع جماعه عين المان الله يبارك جماعه عين المان الله يبارك مع جماعة عين المان قد عطاوك اخويا لنا قد 600 الواحد 600 الواحد بولادها اي هاي والله 600 بولادها هذه تكسيبة مش عيد مش عيد تكسيبة يعطيك صح معليش المهم احنا رانا عيد ولا كسيبة نورمال انا في السوق العام الجاي ان شاء الله ان شاء الله عم. ولادها ملع ولادها تسمى تاع ولادها تسمى يقول عيد ربيهم هذو ها ربيهم الله يبارك اوه قاك بعيد شويه والله مزاد شويه الحاج مزاد شويه دور عمي الاخضر دور عمك الاخضر ها والسي الاخضر مازال في الشواء كما راكم تشوفوا سكالوب طماطم شواء الخبز البيض مشرشم الاخضر كلمه صغيره نعم كلمه صغيره يا خويا نتمنى عيد مبارك ان شاء الله سمعت امك محمد سمعت نتمنى ان شاء الله يروحنا حسام ان شاء الله ايه وش يخصنا السوق هذا يخصوا حاجه السوق لا مادام الرجال عندنا ان شاء الله كاين شعب الجزائري فيه رجال ان شاء الله خصوا بطوار وانا كريما نحب السحام ذا بزاف قدرنا على البطوار ها بطوار ان شاء الله بربي بطوار فانت السوق البطيمات الخدمه كاين ان شاء الله ان شاء الله ايه ان شاء الله العناره ان شاء الله ايه لا لا هذا راه لا راه الحاج هذا ان شاء الله العناره بان ايه العناره صح عندك الحق ايه ومصلى ايه انا قلنا مصلى وتواليت مليح هذا خيريه ان شاء الله ان شاء الله يكونوا رجال فيها يكونوا رجال ان شاء الله كيما انتم هكذا كنت تخموا على السوق وتخموا على بلادكم راك معين والمانك تخم على الضوء وتخلص لا تخلى لكل شيء واش نقول لكم انا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان شاء الله ربي يجي بالسوق ان شاء الله السلام عليكم رانا توجور مع السوق راس الواد كيما راكم تشوفوا عياده كبش الله يبارك كدا طوق في الكبش هذا خويا 5.5 كدا 5.5 ما مزك بعيد شويه مزال شويه كيما راكم تشوفوا هذا 5.5 العاج ربي يجيب السوق ان شاء الله كامل المخبيه هذا يبيعوا في خرفان الله يبارك كي عطاوك كي دي في هذوك كي عطاوك 29 100 للزوج مع بعضهم الله يبارك هاك شوفوا السوق صغير ويعرف يسوق ويعرف يهدر مزالك بعيد الحال مزالك بعيد مازال بعيد شويه كدا طالب كدا طالب 29 ها 29 عطاو له 29 ولا عطاو لك 29 كدا طالب فيهم كدا تحب تبيعهم 35 ولا 33 الله يبارك قال لك 33 هذا خلفان زوج ها عطوني 55 هيا السلام عليكم هيا السلام عليكم وعليكم السلام كدا عطوك في هادو الزوج هادو ولا بالواحد اعطيني بالواحد 31100 31100 نعم في الواحد بالواحد في الواحد شيه ما مش كباش شيه معليش لا شيت في الكباش الكباش وشيه شيه هادو شيه هادو شيه الله يبارك بارك فيك وقد مازال بعيد شويه 34 ماهمش هينين اه 35 جاب ربي ان شاء الله ان شاء الله يجيب السوق ان شاء الله ان شاء الله يا ربي يجيب السوق وانت كذا عطاوك هنا
عطاولي جوج 65 الواحد الواحدة 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 هو الثوات هادو ثوات الله يبارك ثوات هادو ان شاء الله ربي يجيب السوق كده طالب انت ولا مازالوا بعاد ولا طالب شويه 25 اللي كتب ان شاء الله واش الحال واش راكم لاباس بخير واش لاباس كاين ما عندك كلمه تعطيها لنا السوق هذا واش نعطيك كلمه السوق راه غالي اليوم غالي انا نشوف انا راه هبط شويه كاينين كاينين هابط شويه غالي والله غصح ها تي الاخر برا ما كاينش برا يقول لك عطاو 3 3 ونص الاخر برا تسمع على 7 ملايين ايه 6 ونص غالي شويه غالي ايه نعملوا له سناب ديفيرونس مش كيف كيف ما تنساش بلي كوفيد 19 كان حبس كان الدنيا حبسه حبسه شوي شوي يطلع ب 500 ولا يطلع مليون 1500 في الراس سيزاني راهي دعوة صغيرة شوية إن شاء الله ربي يفتح لنا سكة الناس ما عندهاش شارغة سلك ربي وخلاص هذه هي وخلاص هذا ما يكونش واحد إن شاء الله ربي يجيب السوق اللهم إن شاء الله اللي ما عندوش إن شاء الله يكون عنده إن شاء الله وإن شاء الله اللي عنده ربي يزيد رزقه إن شاء الله يا رب هذا وش نقوله هذه هي هذيك هي برك سلك ربي وخلاص هاي هاي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السوق هادو منين هادو الحاج خليلة الله يبارك خليل قالوا لي راهي تعدلت الضغط قالوا لي تعدلت ولا فيها ها الله يبارك هما دونا شطوكم شطوكم ها ورا كدا عطاوك اخويا الحاج 53 عطاو 53 عيادة هادو كما راكم تشوفوا أسعار وش المتناول الجميع أسعار أخويا ما نعرف أنتم المواطنين ولي تنتم ولي تهضروا أسعار شوي غالية شوي غالي شوي ما يشي المتناول الجميع الأسعار نص الناس ما تقبلش بالأسعار غالي غالي والأعلام غالية أسنة ترى دوك اسمع أنت راك تقول غالي هو راه هو مرشيك هو في الريح اسمع الحاج فاهم المواطن فاهم المواطن كيما هذا مواطن تاع مواطن سامبل وكلهم يتفرجوا فيك وعلاش السومه طالعه برك مليون و800 كانت ب 600 و400 هاي المليون وين تربحت خرجت شي 24 ب 29 حكموا عام ب 200 ياكلها في شهر هذا ياكل 30 الف نهار 15 الف نهار هذا كيلو ب 30 الف نهار ارواحها هاي والله 30 الف ياكلها بروش يا ارواح الف غالي الف نهار هذا كيلو ب 30 الف بلا تبن واش تحكموا عام 15 شهر الله ربيعه بعشرة والله ما تقصوها هاي سيدي يعطيك صح الحاج يعني باش المواطن يفهم مواطن على بالك ليها تاني حليله مواطن يسلك 4 ملايين ولا 5 ملايين ما يقدرش يشري بالسومه هذه احنا شريناه يرضى على شنو مولا 15 شنو ب 27 12 شهر تتبنى عليه ويجيبوا لك ان شاء الله ربي يجيب السوق ان شاء الله هاك سمعت اخويا سمعت يعني ما يقضيوش ها السورد ما يقضيوش يعني الله غالب يعني كما قال الواحد كما قال الواحد هما ثاني راهم يعنيو حتى الفلاح حتى الفلاح المواطن البسيط يقدر يشري 25 ملايين 3 ملايين هو يشري 3 ملايين يقدر يشري 3 ملايين يقدر يشري كيما هذا ب 5 ملايين وكاين اللي يقدر يشري حتى ب 7 ملايين ب 8 ملايين كاين كل واحد الناس تشري ب 25 ب 26 ب 27 ملايين كيما كان يحكي كتبن ب 50 الف على مليون بزاف ما يلقاش راسو هو عام كامل هو كان كنقابل فيه ياخذ يدي فيه 300 400 ما تقتنعش بها لازم يدي مليون في الراس باش ينجح هذاك ما كان هيا واش نقول لكم انا نقول لكم السلام عليكم وربي يجيب السوق الحاج وان شاء الله ربي يفتح علينا اكل وكما راكم تشوفوا السوق اخي ديما تابعوا الشواء تابعوا الفري تابعوا الخبز تابعوا الكازوز تابعوا كل شيء يا اخي هكذاك السوق واش تابعوا تاني الماكله ها ها كما راكم تشوفوا ها ويدر واش راك لباس روح روح يا اخي لبس قويدر هكا عقب الشواو هاي مليح هاي
كما راكم تشوفوا نظافة الحالة، والسوق رانا توجر في السوق. واش راه يدير هذا؟ عطينا ثلاثة، عطينا خمسة ونص متر. خمسة خمسة السطر الحاج، واش هذا الحاج هذا؟ واش هذا الحاج؟ خلي راه يدخل في الكبدة هذه، واش هي الكبدة هذه؟ ما تخافش شيخنا حسن. اسمع اسمع، واش هي الكبدة هذه؟ واش هي الكبدة هذه؟ خروف هذا ولا وجه. قد راه يدير؟ هذا؟ اه خمس ملايين. عطاوك خمس ملايين ولا؟ عطاوني خمس ملايين. ومازال بعيد شوية ولا؟ شوية. اه شوية. شوية. اه صحيح الحاج. بعيد شوية ولا بعيد شوية ولا مازال شوية؟ بعيد. قولوا راه مو قول راه مولاه مو بعيد. انا نحلف والله. هاي ترى نديوها يا سيدي. كيصورك الحاج عشوائي يديك على الكوي. وين يدير؟ الحراش. اه يدير الحراش. الحراش يا سعدك ترى الحراش. راه تسوق في سوق الحراش الكوري. اسمع الكوري تاع الحراش. هذا يلحق الحراش يسوق في سوق الحراش. حوسي زوج. حوسي زوج. كل طفي الكاميرا. في الاجواء اجواء سوق راس الواد اجواء عيد واجواء خرفان وكباش ومعز وذاك. انا معنا الحاج هذا. منين الحاج؟ برج. اه برج الله يبارك الله يبارك. لا لا برج 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 تسرى تسرى خليل خليل عين المن عين المن يا اخي هكذاك والله نورمال. اه صافي كل واحد وحده ولا الحاج ولا على بعض؟ لا لا 15 مليون و500. اي والله ان شاء الله ربي يجيب السوق الحاج. الحاج راه سالك سؤال واحد، راه سالك سؤال واش يخصنا في السوق هذا؟ باطوار. اه الباطوار. باطوار اه صافي. السوق اللي ما فيهش باطوار ماهوش سوق. لا ماهوش سوق برا ماهوش بيدك. اي والله يعطيك صحة يا سعد يعطيك صحة. جميلة.